بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ام داتا اكسس، ومكملين مع بعض بقيه فيديوهات الانتيتي فريم ورك او الاي دي ام. هنتكلم دلوقتي عن ازاي ممكن اعمل كويري جوه الانتيتي فريم ورك. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن كويرينج انتيتي داتا موديل. او ممكن نسميها انتي فريم ورك. طيب ازاي ممكن اعمل كويري؟ تعالى بسرعه ننقل على السيكوال. كان عندنا تيبل اسمه ديبارتمنت، كان فيه مجموعه الديبارتمنت دول، وكان عندنا تيبل تاني اسمه امبلوي، كان فيه مجموعه الداتا دول. طيب وكنا عاملين مشروع المره اللي فاتت، كان فورم بقدر افتح من فايل ديبارتمنت او امبلوي. في الديبارتمنت لو لاحظنا كده هنلاقي اي دي ونيم، طبعا ما فيش زراير للاد والانسيرت والابديت والحاجات دي كلها، عندي بس زرار اسمه ايه شوف. وكنا عملنا مع بعض الانتيتي فريم ورك وضفنا الاي دي ام اكس، وبقى عندي مجموعه الكلاسز اللي ممكن اشتغل بيها، وشرحنا ايه هو الفرق ما بين السي اس دي ال والاس اس دي ال والام اس ال او السي اس، واشتغلنا داتابيس فيرست، وان شاء الله مكملين مع بعض موديل فيرست وكود فيرست، فروم كود وفروم داتابيس. طيب تعالى مع بعض نشوف فكره الكويري بتاعنا مبنيه على ايه. قبل ما ابدا في الموضوع ده، عايزك بس تراجع مجموعه الملفات اللي موجوده عندك ضمن حاجه اسمها اللين كيو، مهمه جدا اللغه ديت، هي اللي على اساسها احنا هنشتغل. تمام. طيب انا عندي جمله اللينك يو بتتكتب ازاي؟ تعال الاول نعمل ربط ما بين الفورمه اللي احنا شغالين عليها، وهبدا من فورم الديبارتمنت وعايز اعرض مكونات الديبارتمنت. كل اللي انا هعمله اني هدخل على الفورمه بتاعه الديبارتمنت، دبل كليك على الفورم فدخلني عند ديبارت فورم اندرسكور لود، هاجي بس عند جزء البارشال وابدا اكرييت اوبجكت فروم انتيتي او انتيتيز، اللي هي بمثابة عندنا مين يا شباب؟ بتساوي عندي حاجة مهمة جدا، وهي الكونتكست، المحتوى بتاعي، الانتكست بتاعي اللي هي بتمثل عندي الداتا كونتكست. داتا كونتكست المفترض ان هي هتيجي ازاي او هوصل لها ازاي؟ لو رجعنا كده للاي دي ام اكس هنلاقي ان احنا عندنا حاجة اسمها كونتكست، لو دخلنا جواها هتلاقي في عندك حاجه اسمها اي دي ام دي بي ان، هو ده الكلاس اللي المفروض اخد منه اوبجكت واتعامل معاه كانه دي بي كونتكست او محتوى الداتابيز بتاعتي، كانها الداتابيز بتاعتي، عشان كده هو وارد بالفعل من حاجه اسمها دي بي كونتكست. تمام. اما فكره الكونستراكتور بتاعه ان هو بيزد على اسمه في الاب كونفيج، ده هنبقى نشوفها اكتر تفصيلا في الكود فيرست، لاننا احنا اللي هنعمل الموضوع فروم سكراتش. طيب تعالى مع بعض نرجع تاني وبالراحه، يعني انت ايه اللي انت محتاجه نكتبه هنا؟ جاست بس اي دي ام دي بي انتيتيز، ده الكلاس بتاعي هاخد منه اوبجكت وليكن دي بي ايكوال نيو اي دي ام ال دي بي انتيتيز. كده كان معاك الداتا بيز، جاست ان انت بس تنادي على دي بي وتطلب اي تيبل منهم سواء كان الامبلوي او الديبارتمنت هيبقى شغال معاك. طب دليلك على كده ايه؟ تعالى تحت الزرار اللي هو اسمه شو، وعايز اظهر في الجريدايه محتويات الدي بي. بمنتهى البساطه حضرتك كل اللي هتعمله تبدا تقول لي بار او داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس ايكوال دي بي دوت اني تيبل، انا عايز تيبل الديبارتمنت. جاست بس ان انت كتبت الكلام ده خلاص، تعالى نعمل ران. فايل ديبارتمنت، احنا ما برمجناش لا ديبارتمنت ولا، تعالى نبرمجهم سريعا كده.
نيجي على الفورمة الرئيسية وتحت ديبارتمنت أبدأ أقول له ديبارت فورم دي فورم إيكوال نيو ديبارت فورم، تعالى نقول له دي اف فور دوت دي فور دوت شو. يبقى احنا كده عملنا اوبجكت من الفورمة بتاعنا. نفس الكلام بالنسبة ل امبلوي عشان نبقى خلصناه برضو، امبلوي فورم اللي هو اي فورم ايكوال نيو دي فورم وبعدين اي فورم دوت شو. تعالى هنا بقى نعمل ران ونشوف النتيجة بتاعته. فايل ديبارتمنت بدأ يفتح لي ديبارتمنت، هضغط على شو. لا كده في مشكلة، انا نسيت بس احط له دوت تو ليست. تمام، المفترض ان هو هيجيب لي الديبارتمنت، بس الديبارتمنت ده تيبل كامل، ازاي ممكن اعرضه باني اخليه على شكل ليست يعني بحوله. ودي خدناها في اللينك يو، خدنا حاجه اسمها دوت تو اراي دوت تو ليست دوت تو ديكشنري، وهنشوف لهم اشكال كتير كده. كاني بقول له هات لي الديبارتمنت على شكل ليست هتحط فيه الداتا سورس بتاعتي. طبعا ليست اوف روز، لان يعني الاستاذه دي هتشيل روز. تعالى نعمل ريلود مره تانية ونبدا نقوم البروجكت مره تانية. ديبارتمنت ادي شو بدا يعرض لي الديبارتمنت. طيب نلاحظ كده ان الديبارتمنت لما اتعرض فيه حاجه اسمها ديبارتمنت اي دي، وحاجه تانية اسمها ايه ديبارتمنت نيم، وحاجه اسمها امبلويز الناس اللي تبعي. دي احد المشاكل. ليه؟ لان المفترض لو احنا رجعنا لل المابنج بتاعنا هنلاحظ ان انا عندي هنا الاستاذ ده يعتبر الفورين كي بتاعه هنا. تمام، هو لما بيجي يعمل نافيجيشن، تمام، المفترض ان كل ديبارتمنت علاقته وان تو ميني من الامبلوي، بمعنى ان كل ديبارتمنت بيظهر فيه حاجه اسمها ايه امبلويز. طيب ازاي بقى ممكن اعمل كويري بحيث ما يطلعش عندي الشكل ده، انا عايز اسماء الديبارتمنت بس، ونحسن كمان في الشكل بتاعها. سريعا بقى هبدأ أعمل كويري. أنا هنا محتاج أتكلم كويري. طيب فار ده الإمبليسيت داتا تايب اللي بنشتغل بيه، كويري بيساوي هعمله مرة أو هشتغل على طول كويري بأسلوب الكويري علشان نتعود عليه، وهدخل لندا إكسبريشن في النص كده بحيث إن إحنا نبقى ماكسيمم. فروم أي كيو إن دي بي دوت ديبارتمنت سيلكت كيو. اللي انا عملته ده يا شباب كاني بقول ايه، من الدايناميك نيم اللي اسمه كيو اللي هو الالياس بتاعي، كاني اديت اسم للديبارتمنت تيبلز انه كيو، هات لي منه كل محتوياته. لو انا وقفنا السطر ده وخدت الكلام ده يا شباب كوبي وحطيته هنا بيس وبدات اقول له كيو دوت تو ايه دوت تو ليست وبدأت أعمل رن. نفس الناتج صح؟ تمام، بس أنا عايز أجيب الديبارت نيم بس. باجي هنا وبعد كلمة سيلكت أقول له نيو وأروح جاي فاتح قوسين وأبدأ أقول له كيو فين كيو دوت. انا عايز الديبارتمنت نيم، يعني انا عايز جاست الديبارتمنت نيم بس. تمام، ممكن اجي جنبه كده واروح جاي قايل له كيو دوت الاي دي، بس انا عايز الاي دي ده ما يجيش بالشكل ده، فاهمني؟ يعني انا عايز الاي دي بتاعي ما يظهرش بالشكل ده. ممكن اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه هاجي قبلها كده واروح جاي قايل كود ايكوال. تمام، ايه كلمه كود ايكوال دي؟ تعالى كده نشوف الترتيب هيتغير ولا لا. كود ايكوال كاني عملت الياس للكولومز اللي اسمه ديبارت اي دي. فلاحظ كده جاب لي الديبارتمنت نيم وجاب لي حاجه اسمها كود، واحد واخد بالك كده؟ طيب انا مش محتاج الاي دي في حاجه،
مش عايز الاي دي، فممكن اشيله من هنا. خلينا ناخد دي كده كوبي عشان تفضل عندك الجملة زي ما هي. ممكن نيجي هنا ونشيل الكلام ده واجي ادي الياس بكلمة ديبارتمنت بس. انا جيت كده قلت له انت هتبقى ديبارتمنت. طب تعالى نعمل سيف وتعالى نعمل رن. بدأ يعرض لي مين؟ الديبارتمنت. طيب انا عايز الديبارتمنت يتعرض بس بأشكال تانية. قال لي دي بسيطة، ممكن نروح عند الجريداية، ممكن اشتغل بقى على حجم الداتا جوه الجريد. يعني على سبيل المثال انا عايز الجريداية تعرض الكولوم فيت مليان، فباجي على الجريد في الايفنت بتاعها او اسف البروبرتي، وهبدأ ادور على حاجة اسمها رو ديفولت ستايل. لا اوتو سايز كولوم مود واوتو سايز رو مود. هاجي بس عند الاوتو سايز كولوم مود وهخليه فل. ده هيخلي لي الخلايا بتاعي تتعرض على حجم اللي انا عارضه. يعني انا لو عندي 3 كولوم هيتعرضوا في المساحه دي، مفيش حاجه هتجيب لي سكور، كله هيتملي قدامي دلوقتي. شايفين كده؟ هي خليه واحده فاتملت قدامي. طيب عايز اعمل تباين، تباين لوني مثلا. تعالى بس نجيب، نخلي الفورمه بتاعنا تبقى طويله شويه بحيث ان انا هطول ديت بحيث يبان كل الروز واحنا شايفين. ممكن اجي على الكريدية بتاعتي وابدا اغير الالوان بحيث ادي الحقول او الروز الاود او الفردي لون والزوجي لون تاني. فبكل بساطه كده انا محتاج اني اروح عند حاجه اسمها الالتر. الالتر فين؟ هي الالتر روز ديفولت سيل ستايل، وهبدا افتح الاتريبيوت بتاعها واغير النمط بتاع الباك جراوند، اخليه مثلا اللون ده تمام. وحالة السلكت بتاعي هيبقى اللون بتاعها ده، ده النورمال وده الايه السلكت. طيب هاجي هنا واقول له اوكي، وتعالى هنا نعمل ران ونشوف الاختلاف بقى بعد الاتنين بروبات دول. هعمل ديبارتمنت واقول له شو بان عندي دلوقتي. تلاحظ كده ان هو ماشي معايا بطريقة ان الاولاني كان اتش ار لونه ابيض، السيلز لونه اخضر، وبعدين ابيض اخضر وهكذا. كده يبقى انا قدرت اجيب الداتا بتاعتي وعرضتها فين قدامي. طيب في طريقه بقى علشان اجيب الداتا بتاعت مين؟ الامبلوي. انا عايز بيانات الامبلوي تظهر عندي هنا هي كمان. طيب في الحاله دي هنروح لشاشه الامبلوي تحت زرار البوتوم زي ما احنا اتفقنا كده. المفترض الاول بكرييت اوبجكت فروم روم ايه؟ المفترض روم الدي بي كونتكست انهيرت كلاس، يعني الكلاس اللي واخد انهيرتنس من الدي بي. ببساطة هاجي هنا واقول له دي بي، او اسف اي دي ام دي بي انتيتيز. هبدأ اقول له دي بي ايكوال، دي بي ايكوال نيو انتيتيز، وابدا تحت الزرار انادي على الجمله بتاعتي. بس الجمله بتاعتي لو حد متخيلها هي مش هينفع اجيب الامبلوي، لان لازم انا اجيب الامبلوي اعتمادا على ايه؟ على الجوين. طيب تعال نعملها بشكل بسيط الاول. انا لو جيت دلوقتي وقلت لك ايه داتا جريد يو 1 دوت الداتا سورس اللي موجوده طبعا في صفحه الامبلوي بتساوي الدي بي دوت الامبلوي دوت تو ليست عشان يجيبها لي مجموعة ليست اوف روز. وهاجي هنا اعمل ران وتعالى نشوف الناتج هيكون عامل ازاي، وبعدين نشوف هنحل المشاكل اللي هتطلع ازاي. لما عرضت كده بدأ يجيب لي فعلا الداتا عندي مفيهاش اي مشاكل.
بس تلاحظ انه جاب لي معاه كمان مين؟ الديبارتمنت على انه الجدول المرتبط بيه. في حين ان الاي دي ما ظهرش عندي المسمى بتاع الاي دي، انا عايز اسم الاي دي مش عايز رقمه بتاع، انا عايز الديبارتمنت نيم مش عايز الرقم بتاعه، ومش محتاج اظهر كود الموظف او عايز اظهره بس باسم مختلف. طيب عشان نحل مشكلة زي ديت، تعالى مع بعض الاول هظبط الديزاين بتاع الفول، هخليه بالحجم ده عشان يبقى كل حاجة ظاهرة قدامنا، واجي عندي شو تاني، وبدل ما اعمل الكلام ده هوقف السلكتية العادية ديت، وهبدأ اتكلم معاه من خلال الكويري. فهبدأ اقول له بور كويري ايكوال from مثلا كيو ان دي بي دوت الامبلوي، انا عايزك تسلكت لي نيو كيو او الاول كود يساوي كيو دوت ان امبلوي كوما، بعدين عندي النيم، هو النيم اصلا فكيو دوت النيم كوما كيو دوت السالري. وبعدين كيو دوت الديبارت اي دي، وما اناش عايز الديبارت، ما اناش عايز مين الديبارت، مهم قوي النقطه. ممكن نرجعها مكانه وناخد سيمي كولون بعدها. طيب وبعد كده المفترض ان هاجي هنا اقول له داتا سورس للداتا جريد فيو يساوي الكويري دوت وي دوت ويز. شكرا. وتعالى هنا نعمل ران. قبل ما اعمل ران تعالى نظبط الفورمه ديت، نخليها او الجريدات ديت نعمل معاها نفس الخصائص اللي احنا عملناها في الجريدات الثانيه. انا عايز الاوتو فيل بتاعها، الاوتو رو يحصل له كولوم يحصل له فيل، وعايز كمان الطريف بتاعه يكون باللون اللي احنا اخترناه هناك نفس اللون ده، تمام، او ممكن نخليه بلون تاني بحيث ان ايه ده للديبارتمنت، اما ده هيبقى لل هيكون الموظف. تعالى بقى نعمل ران فايل ام بي وي شو، بدأ تطلع لي بيانات شو بالشكل كده، تمام. طيب انا هغير حاجه كمان، عايز لما اجي اعمل سيلكت اللي يحصل اخد سيلكت للرو بالكامل، يبقى انا عايز المود بتاع السلكت بتاعي يجيب لي السلكت بتاعي. عشان اعمل الحكايه ديت فباجي عند الجريدايه وبختار خاصيه السلكت المود بتاعها حرف الاس سلكشن مود، المفروض ان الرو هيد سلكت، لا انا هقول له انا عايز فول رو سلكت، تختار الفول رو سلكت. ده معناه ايه؟ لما اجي اضغط على اي خليه هو هيعمل لي تحديدا الرو بالكامل يعني بالشكل ده، وده هيميز فكره لما اجي اريتريف الداتا واحطها جوه مين؟ جوه التكستات، تمام؟ ده ببساطه كده كان الشكل اللي احنا عملناه. طيب لسه عندي بقى مشكله، عايز اعمل الجوين. طيب علشان ابدا معاك جمله الجوين تعالى نبداها بشكل او ابسط لك فيه هي جت ازاي وبعدين نكمل. فروم أو بار كويري إيزا فروم كيو إن، أو تعالى نقول إي إم إن دي بي دوت إم بي بي، وفروم دي إي إن دي بي دوت ديبارتمنت. مش المفترض ان دول السلكتين اللي انا بحتاجهم، تمام؟ لا انا بقى هاجي هنا واروح جاي شايل ديت وقايل له ايه؟ جوين. يبقى انا هنا بقول له ايه؟ فروم اي ان
دي بي جوين بي دي اي ان ديبارتمنت. طيب المفروض ان في شرط، فبقول له اون. اون ايه؟ لما يكون الاي ام دوت الديبارت اي دي هي ايكوال، خلي بالك ايكوال هنا بشكل كونديشن سي، او اسف دي اي دوت ماشي، هشيل ديت واخليها ايكوال عشان تمشي معايا دي اي كده دوت، وهبدأ اقول له لما تكون بتساوي دي اي دوت ديبارت اي دي. ده الشرط بتاع الجوين. يبقى انا كده قلت له هنسلكت الامبلوي وهنجوين مع ديبارتمنت لما يكون الاي دي بتاع الديبارتمنت اللي في الامبلوي هو الديبارتمنت اللي في الديبارتمنت، او الديبارت اي دي اللي في الديبارتمنت. شرط ان انا عملت كده ابدا اقول له هنسلكت، طبعا هنسلكت نيو اكيد. تعال نشوف السلكتيه بتاعت نيو هنجيبها ازاي. طب ما ناخد كل دول زي ما هما، بس بقى عندي حرفين. تمام، ايه هما الحرفين يا شباب؟ ها بقى عندي حاجه تبع الاي ام، وبقت عندي حاجه تبع الدي اي دوت انا عايز ديبارتمنت دي. نشيل بقى لايك بالظبط صفحه مين او الجزء بتاع مين، ها بتاع سيلكت اللي هو كان في كويري اس كيو ال. ببساطه خالص انا جيت انا قلت له فروم الامبلوي هجوين عليه ديبارتمنت، وادي شرط الجوين سيلكت نيو الكود للامبلوي اي دي، الامبلوي نيم السالري، وهات لي الديبارتمنت نيم، وخد الكلام ده كله اعرضه في الجريدايه. تعالى نعمل سيف ونعمل ران ونشوف القصه بتاعنا هتوصل لحد فين. تعالى الاول نبدا بالديبارتمنت بالامبلوي على طول. شو فرقت دلوقتي؟ ما عادش بيجيب لي المسمى الاي دي هات، لكن بدا يقول لي اتش 1 وسالري ومين وديفلوبر واي تي. بكده يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الكويري ده. طبعا لسه بنفتح الموضوع، موضوع له اكتر من شكل، بس دلوقتي ممكن نقول ان احنا خلصنا التوبيك بتاع ازاي ممكن اعمل كويري في الانتيتي داتا موديل، واقدر اريتريف الداتا من تيبل واحد او من اتنين تيبل. وطبعا نفس الفكره لو انا حطيت دلوقتي جدول الاوثرز ينفع اعمل جوين للجدول الثالث بحيث اجيب اسم المؤلف لو انا عندي كتب وديبارتمنت، ممكن اجيب التاسكس لو انا عندي ديبارتمنت وامبلوي وهكذا. شكرا جدا على المتابعه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وريت تعمل سبسكرايب عشان تجيلك بقيه الفيديوهات اللي بنعملها على القناه. خليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك. شوفك خير، اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.